بيان النادي الاهلي النهارده ناقش مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب كافه الامور المتعلقه بازمه ملعب المباراه النهائيه لدوري الابطال والخطوات الاداريه والقانونيه التي تم اتخاذها في هذا الشان. وطلع المجلس تقرير السادة القانونيين المتخصصين في القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج البلاد. يعني معنى كده هكمل، ولكن معنى كده أن هناك بعض القانونيين اللي تمت الاستعانة بهم من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي من خارج البلاد ومن داخل البلاد لمناقشة هذا الموضوع. أكمل البيان. كما ناقش أيضا المكاتبات والبيانات الصادرة من الاتحادين المصري والإفريقي بذات الخصوص في ضوء اللوائح المنظمة للمسابقات الإفريقية والمواقف المماثلة في السابق، وبعد المشاورات التي جرت في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج شركة الأهلي لكرة القدم، انتهى مجلس إدارة النادي إلى القرارات التالية. رقم 1، التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الأهلي بعلاقاته الطيبة مع كل أندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي. لو حضراتكم تتذكروا، أنا بس هشرح النقطة دي مهمة جدا. لو حضراتكم تتذكروا الأسبوع اللي فات مع بداية هذه الأزمة، طلعنا مع حضراتكم هنا في البيت، أنا طلعت مع حضراتكم هنا في البيت الكبير وقلت لحضراتكم إيه؟ لأن أنا عارف وهناك اتصالات دائمة إن إيه اللي بيحصل؟ أن دائما العلاقات ما بين النادي الأهلي وكل الأندية المغربية والأندية الجزائرية والأندية التونسية والأندية النيجيرية والأندية الكاميرونية وكل الأندية اللي في أفريقيا وفي العالم كله هي علاقات طيبة ومحترمة وستظل دائما بهذا الشكل. مش معنى إن أنا عندي مشكلة ان المباراه هتتلعب في المغرب يبقى انا اخبط في الانديه المغربيه واخبط، ما عنديش الكلام ده، ما ينفعش. الكبير ما يحصلش، لان الكبير دايما كبير بقراراته وكيفيه اتخاذه لهذه القرارات الهامه جدا. عشان كده النادي الاهلي اول حاجه، لو تاخدوا بال حضرتك، اول حاجه اتكلم فيها النادي الاهلي هي ان العلاقات الطيبه ما بين النادي الاهلي والانديه المغربيه هي اهم شيء، اهم شيء. وبعد كده الاتحاد الافريقي هو اللي هنتكلم عنه.